في الهلولو تحزن بالمستقبل حقها يا نادى. سامح. مساء الخير يا ماما. انت لسه صاحي؟ اما يا سامح كل اللي في الفرح قعدوا يسالوني ازاي سامح ما يحضرش فرح خالد. قلت لهم طبعا الثانوية العامة واني ما بخرجش واني لازم انجح ومش بس انجح، لا ده انا لازم اجيب مجموعة عشان اخش جامعة بيروت. جامعة بيروت؟ مساء الخير بسام. معقول حضرتك هترسم دلوقتي؟ رسم ملوش مواعيد الاصبح. هعمل لك قهوه يا ريت، لاني عايز ارسم الصبح. يا جمال ابن اخويا نازل يعيش معايا، بيت ابوه وارضه في بيروت، وما يقدرش لا يبيعهم ولا يسيبهم، يبقى الحل الوحيد انه يعيش في بلده وانت ما تتحرميش منه. وعشان ده يحصل حاجه من الاثنين، لا اما سامح يسيب مصر ويجي يعيش معايا، لا اما نتجوز. نتجوز؟ وانا ما يهونش عليا انك تتحرمي منه، عشان كده فكرت في الحل التاني وقلت نتجوز. وانا شخصيا موافق. موافق؟ ازاي؟ ازاي يا سامح؟ ازاي تقول كلام زي ده؟ انت اتجننت؟ ما هو خلاص يا ماما، انا مش هقدر اعيش هنا من غير جنسيه، واديكي عارف الظاهر انها مستحيل. لا مش مستحيل، انا حقي دستوريا انك تاخد جنسيه امك. وساكته ليه من زمان؟ مراد اخويا هيرفع قضيه. الكلام ده سمعته كتير قوي يا ماما، لكن خلاص انا قررت اكمل تعليمي في بلد بابا. تكمل تعليمك في بلد ابوك حاجة وتاخد جنسية امك حاجة تانية، وانا كمان هرفع قضية. مش معقولة يا شباب، طول ما انت عصبية كده مش هنعرف نفكر صح ابدا. نفكر؟ نفكر في ايه يا مرام؟ نفكر في ايه؟ ابني الوحيد اللي عشت العمر ده كله اربيه لوحدي،
يفكر بالطريقه دي. سامح من صغير يا حبيبتي، سامح خلاص لازم يبقى مسؤول عن نفسه. سامح لسه صغير يا منى. لا بتهيألي روحي، كل الامهات شايفين ولادهم صغيرين مهما كبروا. سامح خلاص فاضل له سنه ويدخل الجامعه، 4 سنين ويتخرج وبعدين يتجوز ويسيبك. يسيبني؟ يعني ايه يسيبني؟ يعني سواء سافر بيروت قعد في مصر، مصيره هيعتمد على نفسه ويعمل حياته. انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عايز اقول لروحي انك انت حابسه نفسك في دايره ضيقه اسمها سامح وبس. انت لازم تفوقي، لازم تفوقي يا شهيره. معنيته ايه الكلام ده؟ مين اللي هيجي دلوقتي؟ شهيرة. أهلا. صباح الخير يا نسمة. صباح النور، اتفضلي. إيه يا شهيرة مالك؟ في حاجة؟ إيه اللي جايبك في ساعة زي دي؟ تعبانة، عايزة أنام. صباح الخير يا دكتور مراد. صباح الخير يا نجم. أمي عملت حضرتك الفطور بيدها. شكرا يا مصباح. اتفضل يا دكتور. أعمل لك الشاي المتين. يا ريت. على فكرة أنا سعيدة أوي. ليه يا ترى؟ طول الليل ما نمتش، وده معناه إنك كنت بترسم. بالظبط. وأنتِ؟ أنا طول الليل كنت بقرأ. طول الليل؟ أنا بحب الليل أوي. أنا كمان بحب الليل. لدرجة إني ما حسيتش بالسعادة ولا بس لحد ما خلصت اللوحة دي. هي دي اللوحة اللي أنت كنت بترسمها طول الليل؟ إيه رأيك؟ مش عارف. زي ما تكون لحظة نفسية اختلطت فيها الألوان بالمشاعر. وإيه كمان؟ بس لقيت المعنى اللي أنا عايزة أقوله. اللوحة دي فيها غليان بخار. يا ليال بخار. كويس. وانت مصباح تعال. اعمل ايه يا دكتور؟ قول لي ايه رايك؟ انا مش فاهم حاجه، لكن كل اللي بيطلع من تحت يدك حلم جميل. حقيقي انا اول مره اشوف حضرتك ترسم لوحه زي دي. لكن وماله يا جمال؟ لا لا بس فيها حاجه بس. ماشي وقت. سيبها يا مصباح تقول اللي هي عايزاه. ايه بقى اللي حاسه انه ناقص في اللوحه دي؟ يعني يا دكتور مثلا لو في هنا لون احمر مثلا، يعني قصدك في العمق يعني؟ ايوه صح، اكبر صح، عندك حق. بصراحة يا شهيرة أنا ما عنديش كلام أقولهولك أكتر من اللي قالهولك مراد. ميرسي. أنتِ فعلاً اتغيرتي خالص. أنا اتغيرت؟ آه. وهقولك رأيي بصراحة حتى لو كان قاسي، ما أنتِ ياما قسيتي عليا. اتكلمي يا نسمة. عايزة تقولي إيه؟ فين باب المواجهة؟ باب المواجهة؟ آه. اللي كنت بقراه أيام ما كنتِ بتكتبيه. واللي كنت بتكسف من نفسي، لأني كنت برفض المواجهة. زي ما أنتِ بترفضيها دلوقتي أو بتهربي منها. أنا بهرب منها؟ أيوة. وزي ما قالك مراد، دخلتي دايرة ضيقة. جرى إيه يا جماعة؟ أنا عشت عشان أربي ابني الوحيد، فيها إيه دي؟ طب وبتتكلمي ليه بعصبية؟ مش عارفة. أنا بقى عارفة. عارفة إيه؟ عارفة لأني عشت نفس الدايرة الضيقة دي قبل كده. عشت وهم اللي هيعمل لي مستقبلي هو عز الحلواني. ويكون في علمك بقى، ماما كل يوم والتاني تجيب لي عريس زي عز بالظبط. وبترفضي؟ طبعا. ما أنا مش هخلي حد يعمل لي مستقبلي. ولا زهدي؟ زهدي. يعني أنا حاسة كده إن أنا كمان حاسة. لكن لما اعمل مستقبل نسمة الاول اشتغل واعتمد على نفسي وابقى مسؤولة عن حياتي، مش ده كلامك اللي كنتي بتقوله لي زمان؟
واللي بتعملي غيره دلوقتي. انا يا نسمه؟ ايه بقى؟ مستكترة عليا اقوم معاكي بالدور اللي كنتي بتقومي بيه معايا؟ ولا يعني عشان انا اصغر منك شويه؟ يا نسمه انت فعلا اتغيرتي وقدرتي تخرجي من الدايره. لا لسه فاضل حاجه واحده بس بصراحه بقى، فاضل حاجتين. ايه هم؟ اولا الاقي شغل، ثانيا بقى هبقى صريحه معاكي واقول لك ايه يعني. لو مشاعر زهدي طلعت زي ما انا حاسه هبقى سعيده قوي يا شهيره. المهم مشاعرك انت. ما خبيش عليكي، ما انا كمان برضو بتهيألي كده كعبلت يعني. كعبلتي؟ متأكدة؟ احنا مش اتفقنا على الصراحة والمواجهة؟ صعب، صعب قوي يا نسمة. اتفضلي. اتشكرك ماما. تسمحي لي افكرك بقى كنت بتكتبيه، اسم المواجهة؟ ليه؟ عايز تفكرني بيه ليه؟ عايز افكرك بيه برضو. ليه؟ عشان بعد اذنك عايز اواجه. تواجهني؟ لا بقى يا استاذ سامح، انا اللي عايز اواجهك، لان كده انت مش ابني سامح اللي انا ربيته. ليه يا ماما؟ ليه؟ لان كلمتين من عمك خلوك ما تعرفش الصح من الغلط. عشان موافق انك تتجوزيه؟ لا، عشان سمحت لنفسك انك تدي رأيك في موضوع مش من حقك انك تتكلم فيه. انا بس اللي من حقك اتكلم فيه او ارفض الكلام من اساسه. انا اسف يا ماما. يعني حسيت انك غلطان؟ ايوه يا ماما كنت غلطان، بس حضرتك كمان غلطانة. انا؟ ليه؟ لانك على طول حاسة اني مش بني ادم وليا رأي، مش انسانة ممكن افكر مش ابنك بس يا ماما. لا انا سامح كمان. سامح؟ وسامح يا ماما عنده 16 سنه، يعني مش صغير، يعني ممكن اختار، ممكن اقول رايي، وممكن اكون مسؤول عن نفسي. يا ماما شباب في سني بيشتغلوا بيصرفوا على نفسيهم وممكن على اهليهم كمان. ولعلمك يا ماما انا كبرت، لكن انت اللي عايزه تشوفيني صغير عشان تحس انك مسؤول عني وتبرري نفسك انك سبت شغلك عشاني. سامح، من فضلك يا ماما اسمعيني للاخر. عايز تقولي اكتر من اللي قلته؟ عمي بسام سافر. سافر؟ لما قلت له اني مش صغير واني مش بس ماما اللي مسؤوله عني، لكن انا كمان مسؤول عن نفسي، ولما اخد الثانويه العامه انا اللي هقرر اذا كنت عايش هنا او في بيروت. انا مش حته اساس ماما كل واحد منكم تخانق مين اللي عايز ياخده. انا انسان، انسان والزمن كبرني قبل الميعاد، لان ابويا مات ولازم اكون مسؤول عن نفسي. كبرت يا سامح. مش معقول. انت يا زودي واكدب عليك ليه يا مراد؟ انا فعلا حبيت. مش ممكن، مش قادر اصدق. من حقك تقول مش ممكن، لكن انا فعلا اصلي من يوم ما سبت مراتي وانا رافض حتى مجرد التفكير في حاجه اسمها الحب. لكن خلاص انا دلوقتي قررت. قررت ايه؟ احب. هو الحب القرار يا اخي؟ لا طبعا، بس الحب ده عامل زي الطوفان، وانا قررت يا صديقي العزيز ان انا ما اوقفش قدام الطوفان ده ابدا. قلت لها؟ امال انا جاي لك ليه؟ مش انت اللي عرفتني على نسمه؟ يبقى انت لازم تجوزني. الجواز ده مقبره للفنان صدقني. بالعكس، الوحده هي اللي مقبره للفنان. الجواز ممكن يكون مقبره للفنان لو بيتجوز واحده ما بيحبهاش. احيانا. بس ساعات يا زودي تقابل انسان تحس انك قريب منه، انك عايز تشوفه، عايزه دايما يفضل كده. اه، ويفضل جنبه ويفضل جنبك. بالظبط. تبقى عايز تكلمه، تسمع منه، كل ما يتكلم تقول له قول كمان وكمان، عايز اسمعك. ولما تبص في عينيه تشوف الامل في بكره. الاحساس ده نادر، نادر قوي يا مراد. يا زوجتي بس لما بتلاقيه يا سلام، بتبقى حاجه عايز تمسكها ما تسيبهاش خالص. ولما يكون مستحيل يفضل جنبك. مستحيل ايه؟ انا حاسس ان نسمة. نسمة ايه؟ انا ما بتكلمش عن نسمة. امال انت بتتكلم عن ايه يا مراد؟ قول لي في ايه بالظبط؟ مش قادر يا صديقي، مش قادر اقول حتى لنفسي. هي ايه الحكاية؟ مش عارف، مش عارف. بنت زي نجوى دي مثلا، ساعات كتير بحس انها زي بنتي، ساعات بحس انها صديقتي، ساعات
ساعات بحس انها نموذج للبنت اللي المفروض يكون عليها الجيل الجديد. لا ده انت باين عليك تعبان قوي يا مراد. جدا جدا يا زوجي. الانسان محتاج دايما لوقفه مع نفسه، محتاج يقعد مع نفسه لوحده، يكلمها ويكلمه، يسالها، ياخد ويدي معاها عشان يحط النقط فوق الحروف، عشان يعرف بالظبط هو رايح فين وناوي يعمل ايه. كده بقى من حقي اسيبك تعيش لوحدك، تجاوب على الاسئله وتسال نفسك. انا ماشي بقى يا عزيزي على اذنك. استنى استنى معايا شويه. بس على شرط تقول لي اعمل ايه مع نسمه؟ اتصرف ازاي؟ ابدا منين؟ انا عندي فكره. اتصل بشايره وهي تكلمها. شايره ايه يا مراد؟ ده انا ما بشوفتهاش غير في المعرض عندك. بتهيألي هتشوفها قريب. هشوفها قريب؟ فين؟ في المجلة. ادخل. صباح الخير. صباح النور. انا كنت جايه يعني اسال اذا كان ممكن. من غير سؤال، المجله مجلتك، اتفضلي. يعني انت كنت عارف اني جايه؟ كنت متاكد. يا تسمحي لي اقول لك يا شهيره من غير مدام؟ طبعا يا وجدي. التوكيل اهو باسم الاستاذه ناديه احمد بركات اللي هتساعدني على تحقيق احلامي. اتفضلي. واكسب لك قضية الأرض اللي عاوز تاخدها بوضع اليد، مش كده؟ بس ما تعليش صوتك، الحيطان ليها ودان. وبعدين ما الأوراق اللي مقدمها لك كلها سليمة. اللي عملتها كلها بالرشوة. الله، أنت معايا ولا مع الناس أصحاب الأرض؟ أنا مع موكلي. وموكلك يا ستي مستعد يدفع لك 10% من ثمن الأرض. خلاص. هنبتدي في الإجراءات من بكرة. اتفضلي يا أستاذة. هذه المذكرة المطلوبة. كويس قوي. أهلا يا بيت حبيبي. أهلا. طب يا نادية، عن إذنك. اتفضل. إيه بقى يا أستاذة؟ الشاب الوسيم ده هيقعد يبط لنا هنا كل شوية ولا إيه؟ مدحت بيه بقى من أهم عملاء المكتب. أيوة بس أنت عارفة الوضع يعني في المكتب اللي هناك. طم. ندى بالنسبة له خلاص بقت حاجة عادية جدا. مساء الخير يا ندى. مساء النور. ندى ممكن اسالك سؤال؟ اسال اي سؤال. ايه اللي علاقتي بمازن؟ لا بالعكس، ده انا حتى سعيد جدا ان ربنا هيوفاك وهتتجوزي، خصوصا بعد ما سمعت من الاستاذه ناديه ان مازن انسان كويس جدا. طيب ممكن تردي بقى على سؤالي؟ اي سؤال. سناء بنت خالتك مالها؟ بتشتغل فين بعد ما اتطلقت من حمدي؟ بتخيط في بيتها وانصاف بتسوق لها. ليه بقى السؤال ده؟ اصلي هعمل مصنع ملابس جاهزة وعايزها تشتغل معايا. بالنص. بالنص؟ انت مش بتقول ان انت عايز تعمل مصنع للملابس الجاهزة وانا اللي هديره؟ ايوة وانا فيها بالغ فيها. طبعا. امال ايه؟ بس ما نشوف الاول حكاية النص دي. انت بالفلوس وانا بالمجهود، واللي اوله شرط اخره نور. طب بس قولي كلام معقول. قول انت الكلام المعقول، بس افتكر كويس قوي ان مصنع من غير الايد دي والدماغ دي والذوق ده ما يبقاش مصنع. وما تنساش حاجة مهمة كمان، المقص دار هي عصب الملابس الجاهزة، وانا طبعا دلوقتي لا حاضر اخرج هدوم من الباب اللي وراني واديها الانصاف تبيعها لحسابي، ولا هسافر برا مصر واجيب فلوس. وزي ما قلت لك قبل كده، اللي اوله شرط اخره نور. يا شريكه معاك يا لا. تعجبني صراحتك برضو يا سناء. خلاص قول كلامك. شوفي بقى اخر كلام عندي، انت التلت وانا التلتين. ها قلتي ايه؟ قلت موافقه. وهيتعمل فين المصنع ده؟ في الارض. الارض اللي هتسلمها لي الاستاذه ناديه بنت خالي، حته ارض هايله جنب الفيلا بتاعتي. قالت لي نادى عليها قبل كده. وانا يا سعاده البيع هشتغل في ايه؟
انا بعرف اشتغل في الازرق. عموما لما تستلم الارض يحلها الف حلال. خلاص، ما دام انت مش عايزه تعملي لي اي خدمه او حتى تقولي ان اسمع عن رغبتي في الارتباط بيها، انا متشكر قوي على القهوه. انا رايح مكتبي. استنى بس. استنى اعمل ايه؟ ما انت مش عايزه تساعديني. مين اللي قال اني مش عايزه اساعدك؟ نسمه دي صاحبتي، وانا عارفه انها مقرره ما تتجوزي الا لما تشتغل وتستقل ماديا، وزي ما هي قالت انها لازم المره دي تختار على اساس صح، ومش هتتجوز الا على اساس واحد بس. اللي هو ايه بقى؟ ممكن اقول صباح الخير؟ اهلا يا نسمه، صباح النور. اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذه نسمه. صباح الخير. صباح. اقدم لك نسمه، زميلتنا الجديده في المجال. زميلتنا في قسم الارشيف. حقيقي اظن كده بقى انا اطلع منها، وانت ممكن تقول لها كل اللي انت عايزه. عن اذنكم. اتفضلي. انا عارفه من غير ما يقول. حبيبي بتخضني كل شويه، بطل شقاوه بقى. كمان افرض طلعت رصاصه. قوم انا عاوز عشان العب معايا. انا هخليك دلوقتي يا حبيبي تلعب ولا يهمك. ثانيه ثانيه. نعم يا استاذ. خدي شريف والعبي معه وفستي على الاخر. يلا يا شريف. يلا نادية يا بنتي، مش معقول تسيبي جوزك كده، سايب بيته وحارم ابنه منه. يعني يا ماما عايزيني اعمل ايه؟ تروحي له يا بنتي وتتفاهمي معاه، ده برضو جوزك وابو ولادك. بس مش معنى كده ان يروي دراعي ويسيب لي البيت علشان اروح له واقول له حرمت. وليه لا؟ ياما بيحصل بين الست وجوزها، مش عيب ابدا انها تقول له حرمت. حرمت ليه؟ عملت ايه؟ ارتكبت جريمه؟ حتى لو فرض ان هي اللي بعتت عزت عشان يهرب عباس، ده اجتهاد منها علشان تطلع موكلها براءه، ودايما الغايه تبرر الوسيله. احنا دلوقتي مش في القضايا، احنا في الراجل اللي سايب بيته. صح، دي اول كلمه كريمه تقوليها. صح، سايب بيته. عشان كده لازم ناديه بنتي تروح تجيب بقيه هدومها وتكلمه، تقول له ارجع بيتك عشان انا سبتهولك، على الاقل عشان يفوق. انت عايز بنتك تخرب على نفسها؟ مش احسن ما يلوي دراعها؟ مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. تصبحوا على خير. ايه ده مريم بتعمل كده ليه؟ هي كده من يوم فرح إيهاب وهي في اوضتها وقافله على نفسها ما بتكلمش حد. خدي ابنك لما اروح اشوف بنتي. مادام داخله لبنتك قولي لها انها لو قعدت في اوضتها بدل اليوم سنه انا مش هتراجع، ولا يمكن حوافي على جوازها من ابن لسطى اللي اسمه علي. بقول لك ايه يا احمد، مريم دي مش بنتك لوحدك، انا امها زي ما انت ابوها. يعني ايه يا كريم؟ يعني تسمعني مره واحده في عمرك زي ما انا طول عمري بسمعك. حرام عليك يا احمد، حرام عليك. مريم ما هيش صغيره، وعلي شاب متربي، واللي انت عاوز تجوزه لها ده اللي اسمه عزة هي مش عايزاه. وعلى راي المثل كل شيء بالاتفاق الا الجواز بالوفاء. ولا انت مش عايز مصلحه بنتك؟ أنا لوحدي أعرف مصلحة بنتي فين. كفاية عليك نادية، سايباك طول عمرها تشوف لها مصلحتها. أفهم بقى، إيه معنى الكلام ده؟ افهمي اللي تفهميه. هاتي الواد. بسم الله الرحمن الرحيم. ماما أول مرة تكلمني بالطريقة دي. وآخر مرة. أنا مش هسكت لها أبدا. القهوه ظبط الظبط على الله. تعجبك يا دكتور. انت اللي عاملها يا مصباح؟ جرى يا دكتور، ما انا اللي بعمل لك القهوه كل مره. انا اصلي افتكرت نجوى اللي عاملها المره دي. نجوى اتاخرت. فعلا اتاخرت شويه النهارده. كتير. مساء الخير يا دكتور مراد. مساء الخير يا نجوى. دكتور مراد ممكن اتكلم مع حضرتك شويه؟ قوي قوي. طب استني، طيب لما ده ايه؟ لا
انا عايزه اعرف راي دكتور مراد قبل ما اديه رايك. في ايه بالظبط؟ اصلي ايه؟ كلمني. لا هتكلم انا. لا يا جاسر استنى، انا اللي هتكلم. الله، هو في ايه يا جماعه؟ اصل ضيق خطب نجوى. بنتي نجوى فيتي. خدت وقت طويل قوي لغايه ما وافقت. ليه؟ الوان اللوحه كانت ملخبطه قوي، زي اللي كان فيها غيوم. وبعدين؟ وبعدين راحت الغيوم. وبعدين؟ أنا جيت. أهلاً يا ضيا. ضيا هيعرف فتحة مع حضرتك. معايا؟ ما هو حضرتك أخونا الكبير. ورأي حضرتك مهم قوي بالنسبة لي. ألف مبروك يا نجوى. إيه يا جماعة؟ ما انا بعرف اصغرك. وانا بعرف اصغرك. يكون في علمك يا كريمه الكلام اللي قلتيه امبارح ده انا مش هفوته ورفضه. فاهم يعني ايه رفضه؟ ولو اتكلمت في الموضوع ده تاني مش هيحصل كويس. انا قلت رايي يا احمد، واعمل اللي انت عايز تعمله. هتعمل ايه يعني؟ تطلقني؟ طلقني. بس المهم ان انا قلت رايي. اهلا. ايه انا اهلك يا جد. اهلا بيك يا حبيب جد. اهلا يا حبيب. معقول يا ناديه؟ معقول سمعتي كلام ابوكي وسبتي بيتك؟ انا ما حدش يفرض رايه عليا. لما يبقى يعرف مقامها ويعرف الاستاذه ناديه بنت مين ويجي لها الحد هنا تبقى ترجع له. لا بقى وانت صادق، لما ناديه تبقى ناديه وتعرف هي بتعمل ايه تبقى ترجع له. ماما ارجوكي، كفايه اللي انا فيه. وبعدين ده موضوع يخصني انا لوحدي. بلا ماما بلا بابا، واسمعيني للاخر. كريمه من فضلك، في ايه؟ انت الايام دي جرالك حاجه؟ خلاص يا حبيبي مش قادرة، لازم أفهمها وأعلمها، دي هتخرب بيتها وتبوظ حياتها بقيتها. بتسمع كلامك وهي مغمضة، بتشوف بعينيك وبتتكلم بلسانك. عشان كده بقت الأستاذة نادية، وبكرة هتبقى دكتورة زيها زي السي مراد. ماما أنا عايز أروح عند حاتم صاحبي. بس يا بنت يا ابن مراد بلاش دوشة. ثانية. نعم يا أستاذة. خدي شريف لصاحبه حاتم، بس خدوا بالكم وانتوا بتعدوا الشارع. ها يلا. حاضر يا استاذ. يلا يا شريف. والعيال بقى كريمه، انت فعلا الايام دي بتتكلمي حتى في اللي مالكيش فيه. لا بقى، انا ليا في كل حاجه، وانا النهارده مش هسكت. الحقوني الحقيني يا ست ناديه، عربيه خبطت شريف وجري. ابني انكتب له عمر جديد. الحمد لله. والكسر اللي في رجله هيخف ان شاء الله يا رب. اللي حصل ده شيء فظيع فظيع. المهم ان شريف يقوم بالسلامه. انا موجود لو عوزت اي حاجه اضربي الجرس. شكرا. عن اذنك. اتفضلي. ها يا مراد، قبضوا على الراجل اللي كان سايق العربيه وعمل الحادثه. ده بدأ طايش، ما كانش في وعيه. بالظبط زي سمير عز الحلواني. سمير عز الحلواني؟ صورة طبق الأصل منه، في نفس عمره، وبرضه كان سايق عربية أبوه وماشي بسرعة جنونية، ما كانش معاه رخصة قيادة. ده أنا هوديه في داهية، لازم ياخد جزاك. ده كان هيضيع لي ابني. هتلاقي فريد السعداني طلع براءة، أو محامي ممنوع فريد. محامي اللي بتدافع عنه يعني. مراد مش وقته الكلام ده. لا بالعكس، ده وقته عشان تسالي نفسك لو المحامي ده طلع الولد ده براءة من غير ما ياخد جزاته هيكون موقفك ايه؟ هيكون موقفك ايه يا نادية؟
حضرت البيبيرونا لطارق. تسلم ايدك يا حبيبتي. هو مش شريف هيخرج النهارده من المستشفى؟ ان شاء الله وزمانهم جايين. على هنا؟ طبعا، ما هو مراد مصمم على رايه وسايب البيت. سلم عليك شريف. الحمد لله على السلام. هي ناديه الحمد لله كانت سليمه. ايوه يا بابا الحمد لله، والشريف امنها بالسلام. بس انا انت ايه يا حبيبتي؟ يا ناديه مالها؟ مش عارف مالها يا احمد، كفايه اللي هي فيه. مريم. الحمد لله على سلامه شريف يا ناديه. الله يسلمك مريم. انت هتفضلي على طول كده قافله على نفسك وبالحاله دي؟ انا مش قافله على نفسي، انا بروح الشغل. انا بكلمك عن موقف بابا. ما انا بتكلم يا ناديه. بتتكلمي ايه بس؟ ما اللي انا بعمله ده التعبير عن رايي، واللي بيعمله بابي برضو التعبير عن رأيه. عن إذنك. ممكن تكلم بابا؟ بخصوص الأولاد ما عنديش منها. وبخصوص حياتنا مع بعض؟ لا، حياتنا مع بعض مش عايز الكلام. امال عاوز ايه؟ عايز افعل. طب ما انت اهو جيت لك لحد عندي. مش ده الموضوع يا ندي. امال ايه الموضوع؟ مش انت برضه عاوزني اجي لحد عندي؟ بقول لك انا اسفه. لا لا، انت فهماني غلط خالص. انا مش عايزك تيجي لحد عندي وتقولي لي اسفه. ما عايزك تعيد النظر واقتناعك بأخبارك. لازم تعرف انت ايه بالظبط، رايحة فين، عايزة ايه، بتعملي ايه، هو ده اللي عايزه. ليه دايما عندك احساس انك استاذ وانا تلميذ؟ ده رايك في الكلام؟ احساسي؟ جايز. لا مش جايز، هي دي الحاجة. الفرق اللي بيننا بعدت قوي يا ناديه، بعدت قوي. الجدار اللي اتحط سد اي امل في حياتنا مع بعض. معناه ايه الكلام ده يا مراد؟ الجواز يا ناديه مش اتنين عايشين تحت سقف واحد وخلاص، لا، الجواز اكبر من كده بكتير. الجواز اتنين بيشوفوا الدنيا بعين واحده، بيفكروا بعقل واحد، لكن للأسف ده غير متوفر لا عندي ولا عندك. ربنا بينا تشرخ. خلاص بقى مستحيل نعيش تحت سقف واحد واحنا أقرب عن بعض. ليه يا مراد؟ ليه نبقى أقرب عن بعض؟ ليه ده بقى هو الموضوع. لازم كل واحد فينا يسأل نفسه نفس السؤال، بس المهم انك تجاوب عليه بصدق وصراحة. فاكرة نادية؟ فاكرة العهد اللي اتعهدناه بجوازنا؟ مع الأسف اتنسى مع الأيام. مش بس اتنسى، خلاص انتهى. يعني ايه يا مراد؟ يعني ايه؟ معقول دي تبقى نهاية علاقتنا؟ جايز تبقى بداية. بداية؟ بداية لحياة كل واحد فينا.